طبعا البير هذا كان البير الرئيسي اللي يتغدى منها اكثر من نص المواطنين في مدينة غدامس، لكن للأسف يوم الجمعة الماضي انزح البير هذا، وبفضل مجهودات رجال شركة المياه والصرف الصحي تم إنعاشه ورجوعه للعمل، لكن المية للأسف رجعت مالحة، وهذا مؤشر خطير ويسبب نقص في مياه الشرب في مدينة غدامس.